بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. تعليق على تفسير سورة البقرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الآية الخامسة وهي قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الحادية عشرة: أن دعوتهما بهذه النعمة التي هي أعظم النعم للذرية جعلها الذرية من أعظم المصائب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: المسألة الحادية عشرة يعني من هذه الآية، وإذ يرفع إبراهيم، المستفادة من هذه الآية: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ذكر الله جل وعلا في هاتين الآيتين بناء إبراهيم وإسماعيل للبيت كعبة المشرفة، بعدما وضع القواعد لها رفع فوق القواعد البناء، إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني أنه مع أبيه يساعده على هذا البناء العظيم الذي هو تأسيس هذه الكعبة المشرفة التي جعلها الله مثابة للناس وأمنا، يحجونها ويعتمرون ويتوجهون إليها في صلواتهم، فهي تجمع الأمة الإسلامية، تجمع الأمة الإسلامية من مشارق الأرض ومغاربها حجا وعمرة وتوجها في الصلاة، وهذا من نعم الله على الأمة الإسلامية في كل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يشاء الله رفع هذا البيت وهدمه على يد أحد الأشقياء، ويرفع القرآن أيضا، وحينئذ يفسد أهل الأرض والعياذ بالله، ألا يعرفون الله، ولا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، لأن الله يتوفى المسلمين قبل ذلك، يتوفى كل مسلم ولا يبقى إلا شرار الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور. فهذا البيت نعمة من الله عز وجل على المسلمين في مختلف العصور منذ بناؤه إلى أن يرفعه الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان.
وبناء إبراهيم وإسماعيل لهذا البيت تشريف لهما على سائر الناس، خصهم الله بذلك، فهما وقت بنائه رفع الدعوات المباركة إلى الله عز وجل. هذه الدعوات: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقد سبق ذكر أو قراءة ما ذكره الشيخ من المسائل المستنبطة من هاتين الآيتين، ووقفنا على المسألة أو الفائدة 11، وهي نعم حسن الله. قال رحمه الله: 11، أن دعوتهما بهذه النعمة التي هي أعظم النعم للذرية جعلها الذرية من أعظم المصائب. أن دعوتهما الخليل وابن إسماعيل لذريتهم ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، دعوا الله أن يجعل من ذريتهما مسلمين، لأن الوالد يدعو لوالديه ويدعو لأولاده ويدعو لإخوانه المسلمين، هذا شأن المسلم لا يقتصر على نفسه فقط. فهما دعوا لذريتهما أن يجعل الله منهم أمة مسلمة على دين إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل الذي هو الحنيفية السمحة. ومع هذا تنكر بعض الذرية، تنكروا للإسلام، تنكروا للإسلام وانتسبوا إلى غيره، إما من الأديان وإما من القوميات أو الإنسانية وما أشبه ذلك. هذا تنكر لنعمة الله عز وجل، خصوصا اليهود والنصارى فإنهم أشد الناس نفرة من هذا الإسلام، نفرة من هذا الإسلام الذي هو دين أبيهم الخليل وأبي العرب إسماعيل عليهم السلام. فمن ذرية إبراهيم ومن ذرية إسماعيل من تنكر لهذه النعمة وانتسب إلى غيرها، وهذا مشاهد الآن من الذين ينتسبون إلى القومية العربية أو ينتسبون إلى الإنسانية وينسون الإسلام، أو ينتسبون إلى اليهودية والنصرانية حيث يقول اليهود والنصارى كونوا هودا أو نصارى، يدعون الناس كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قال الله جل وعلا: بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بل ملة إبراهيم، هذا الذي يجب علينا أن نتمسك به، ملة إبراهيم عليه السلام التي هي دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودين جميع الأنبياء. تنكروا لهذا وكفروا هذه النعمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن ينتسب إلى غير الإسلام فهو من الخاسرين، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه هو من الخاسرين والسفهاء. وإن كانوا يزعمون أنهم عقلاء وأنهم مفكرون وأنهم متحضرون
إلى آخر ما يفتخرون به، لكنه افتخار بالباطل، وتركوا الحق الذي هو شرفهم وشرف آبائهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الآية السادسة وهي قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لما دعوا الله أن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة لله عز وجل، والبشرية بحاجة إلى رسول، البشرية بحاجة إلى رسول يبين لها هذا الإسلام الذي هو دين إبراهيم، دعوا الله بقولهما ربنا، وهذا فيه أنه يستحب ومن أسباب القبول للدعاء أن يبدأ بربنا أو ربي، يبدأ بنداء الله عز وجل بالربوبية: ربنا وابعث فيهم، ابعث فيهم في ذرية إبراهيم وإسماعيل، ابعث فيهم رسولا، وابعث فيهم رسولا منهم، منهم لا من غيرهم، وهكذا الرسل إنما يبعثون من أقوامهم وبلسان قومهم، ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، رسول من الله عز وجل، لأن هذا الدين لا يتلقى من العقول والأفكار والتقليد للآباء والأجداد، إنما يتلقى من الرسول الذي يبعثه الله عز وجل. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، لأي شيء؟ يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا من نصحهما لذريتهم، وهذا دليل على أن الدين لا يتلقى إلا من الرسول عليه الصلاة والسلام، رسولا منهم يتلو عليهم، يعني يقرأ عليهم آياتك، آياتك الوحي الذي ينزل عليه يقرأه على أمته، بلغه لهم، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب، يعلمهم الكتاب المنزل الذي تنزله عليه، وكذلك الكتاب الذي هو الخط بالقلم، لأن هذا نعمة من الله عز وجل، نون والقلم وما يسطرون، الكتابة نعمة من الله عز وجل. ويعلمهم الكتاب، لأن الكتاب ما يكفي وجوده، مجرد وجوده لا بد من يعلمه ويبينه للناس، فلا يكفي وجود الكتاب، وجود القرآن، لا بد من يبين للناس، ولا يبينه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه، الذي أنزل عليه هو الذي يبين ما أنزل، لتبين للناس ما نزل إليهم، تبين للناس ما نزل إليهم. ثم من بعد الرسول ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم العلماء يبينون هذا الكتاب، سواء التوراة أو الإنجيل أو القرآن، فمهمة الرسول أنه يبين الكتاب المنزل عليه لأمته، ومن ذلك القرآن، وكل الله بيانه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
وإلى ورثة رسوله وهم العلماء ابتداء بالصحابة رضي الله عنهم التابعين وأتباع التابعين إلى آخر العلماء في هذه الأمة، فهم يبينون للناس هذا القرآن. ولا يجوز للإنسان أن يفسر القرآن برأيه أو من عنده أو بما قاله فلان أو علان. من فسر آية قلنا له هات دليلك على هذا التفسير، هات دليلك، هذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وورثته، ما عندك دليل نرد عليه تفسيره. ما نفسر بالنظريات الحديثة والمخترعات لا، ما نفسره إلا من موروث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وكل الله تفسيره إليه يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. تزكية التطهير يعني يطهرهم من الشرك من الذنوب والمعاصي ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. استجاب الله هذه الدعوة المباركة من إبراهيم وإسماعيل فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، وكان العرب لم يبعث فيهم رسول إلا هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يبعث من ذرية إسماعيل إلا هذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. أما ذرية إسرائيل وهو يعقوب فقد بعث منهم أنبياء في بني إسرائيل، بعث منهم أنبياء أعظمهم موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله. فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم كان من ذرية إسماعيل من العرب، حسد اليهود والنصارى حسدوا العرب وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون أنه رسول الله، لكن حملهم الحسد لهذا النبي ولأمته على أن كفروا به وهم يعلمون أنه رسول الله، وكانوا يريدون احتجاز النبوة في بني إسرائيل. والله يختص برحمته من يشاء، لا يحجرون على الله سبحانه وتعالى أنه لا يبعث رسول إلا من بني إسرائيل. الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وهو أعلم حيث يجعل رسالته. كان الواجب أن يكون أول من يؤمن بهذا الرسول لأنهم علماء يعرفون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت، يعني القرآن، مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل تكتموا الحق وأنتم تعلمون أنه رسول الله وأن القرآن كلام الله، تعلمون هذا لأنه موجود في التوراة والإنجيل ذكر هذا الرسول، صفة هذا الرسول. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما أنكروا رسالته جهلا بها وإنما أنكروا رسالته حسداً وبغياً من عند أنفسهم والعياذ بالله. نعم، فمن دعوات الخليل وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولاً، فتحقق هذا الدعاء في محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم،
أنا دعوة أبي إبراهيم، يشير إلى هذه الآية، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. نعم. قال: وأما الآية ففيها مسائل. الأولى دعوتهما للذرية ببعثة الرسول، فكانت عندهم أعظم البلاء مع دعواهم أنهم على ملتهما. نعم، كانت بعثة هذا الرسول أعظم البلاء، يعني الامتحان لهم. أعظم البلاء يعني الامتحان لبني إسرائيل، فلم ينجحوا إلا من الله عليه. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. ما نقول كل أهل الكتاب، لا، ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. فلا نقول إن كل بني إسرائيل كفروا، بل نقول الذين كفروا هم المعاندون منهم فقط. وأما من الله عليهم بالهداية فهم يؤمنون بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، كالنجاشي وعبد الله النجاشي نصراني، وعبد الله بن سلام من علماء وأحبار اليهود، من الله عليهم بالإسلام. نعم. المسألة الثانية أنه ما أراد بذلك أن يعلمهم الكتاب والحكمة ويتلو عليهم الآيات ويزكيهم. أنهم أرادوا من الدعاء أن يبعث الله فيهم رسولا، أرادوا من ذلك أن يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذا مقصودهم من بعثة الرسول، وتحقق هذا ولله الحمد في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فعلم الكتاب والحكمة، وهي الفقه. الحكمة هي الفقه في دين الله، والفقه معاني هذا الكتاب هو الفقه تفسيره. علمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يعني يطهرهم من الشرك والبدع المحدثات والذنوب. نعم. قيل: إن استماع التلاوة والتزكي بها فرض عين، وأما علم الكتاب والحكمة ففرض كفاية. العلم على قسمين: قسم فرض عين على كل مكلف أن يتعلمه، وهو ما لا يستقيم دينه إلا به، كالعقيدة والصلاة والزكاة والصيام والحج، هذا فرض على كل مسلم أن يتعلم. وما يتبع ذلك من أحكام الطهارة، كل ذلك فرض عين على كل مسلم أن يتعلمه، رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا، أيا كان، لأنه لا يستقيم دينه إلا بهذا. أما ما زاد عن ذلك من مسائل الفقه، مسائل المعاملات، مسائل المواريث، مسائل الوصايا والأوقاف، مسائل النكاح، مسائل الحدود والتعزيرات والقصاص، مسائل القضاء، هذا فرض كفاية. ما كل الناس يستطيعون هذا، لكن من رزقه الله الملكة فإنه يقوم بهذا الواجب. فرض على الأمة وجوده دون نظر إلى من يقوم به، وجوده فرض على الأمة، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وبقي في حقهم سنة. وإذا لم يقم به أحد فإن الأمة كلها آثمة بتركه ومسؤول عنه، هذا فرض الكفاية. نعم. فيعلمهم الكتاب والحكمة، هذا فرض كفاية،
أكل يستطيع. نعم. المسألة الثالثة أن نسبة الزكاة إلى السبب لا بأس بها، لا بأس بها مع أن المزكي في الحقيقة هو الله وحده. قال تعالى ويزكيهم، نسب التزكية إلى الرسول مع أن المزكي في الحقيقة هو الله، وإنما الرسول سبب، ففيه جواز نسبة النعمة إلى سببها مع اعتقاد أنها من الله سبحانه وتعالى. ويزكيهم، ولم يقل وتزكيهم، قال ويزكيهم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة الرابعة التوسل بالصفات. توسل بالصفات، إنك أنت العزيز الحكيم، يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته أن يستجيب، كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسلوا إلى الله بها، هذا من التوسل المشروع، توسل بالأسماء والصفات. نعم. قال رحمه الله وأما الآية السابعة وهي قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، من استفهام استنكار، من يرغب عن ملة إبراهيم، أحد يرغب عن ملة إبراهيم، هذا استنكار. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، لا أحد يرغب عنها إلا من سفه نفسه، خسر نفسه، ما خسر ماله ولا خسر أهله ولا خسر نفسه، وسفه نفسه وهو يزعم أنه عاقل. فإذا رغب عن ملة إبراهيم فهو سفيه خفيف العقل، وإن كان يزعم أنه مفكر وأنه مخترع وأنه فجميع الكفار من هذا الصنف الذين لم يقبلوا ملة إبراهيم عليه السلام التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، يزعمون أنهم عظماء وأنهم لما لم يتبعوا ملة إبراهيم التي هي التوحيد والعبادة والدين فإنهم سفهاء. شوف سفهاء، وين يعظمون أنفسهم والناس يعظمونهم، الناس يعظمونهم ولا مفكرون، هؤلاء كذا وكذا، هؤلاء سفهاء. كل من رغب عن ملة إبراهيم فهو سفيه، أيا كان الملوك والرؤساء والعلماء وكل من رغب عن ملة إبراهيم وتركها، رغب عنها يعني تركها، رغب فيها، ما في فرق بين رغب عنها ورغب فيها، بلى، رغب عنها يعني تركها، رغب فيها يعني أخذها وقبلها. من يرغب عن ملة إبراهيم، لم يقل ومن يرغب في ملة إبراهيم، هذا ما هو بسفيه، هذا هو العاقل. إلا من سفه نفسه، خله يسمي نفسه ويسميه الناس ما شاءوا من ألقاب التعظيم والافتخار وغير ذلك، هو سفيه، سفيه يحجر عليه، السفيه يحجر عليه تصرفات. خلهم يمدحون الكفار ويمدحون المخترعين ويمدحون المفكرين، يمدحون سفهاء، يمدحون السفهاء. نعم. قال رحمه الله تعالى فهي من جوامع الكلم وأظهر البراهين. من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، هذه من جوامع الكلم، جوامع الكلم هي الكلمات
المختصرة التي تجمع معاني كثيرة، كلمات قليلة تجمع معاني كثيرة، هذه جوامع الكلم. هذا في القرآن وفي السنة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: وأوتيت جوامع الكلم. نعم. فنذكر شيئا من ذلك، من جوامع هذه الآية. نعم. شيئا من ذلك، كل الآية فيها غزارة علم. نعم. الأولى أنه بيّن أن ملة إبراهيم هي الإسلام، ومنه تعظيم البيت وحجه، ومع إقرار علمائها للكتاب لذلك يرغبون عنه، وهذه مسألة مهمة يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يرغب عن سنتي فليس مني. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ما هي ملة إبراهيم؟ الإسلام. ملة إبراهيم هي الإسلام، فالذي يرغب عن ملة إبراهيم رغب عن الإسلام، رغب عن الإسلام إلى أي دين شاء، يهودية، نصرانية، مجوسية، شيوعية، ليبرالية، إلى أي مبدأ وإلى أي نحلة يريد، فإن صاحبها سفيه. من يرغب عن ملة إبراهيم يعني عن الإسلام الذي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. ملة أبيكم إبراهيم، قال جل وعلا في آخر سورة الحج: وما جعل عليكم في الدين من حرج، اللي هو دين الإسلام. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين، إبراهيم سماكم المسلمين من قبل. فدين إبراهيم هو الإسلام. اليهود يقولون لا، دين إبراهيم هو اليهودية. النصارى يقولون دين إبراهيم هو النصرانية. قال الله جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، مسلما، وما كان من المشركين. هذا دين إبراهيم عليه السلام، ما هو بيهودي ولا كيف يكون يهودي ونصراني، والنصرانية واليهودية ما حدثت إلا من بعد. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ فإبراهيم حنيف مسلم، فكل حنيف مسلم فإنه على دين إبراهيم، ومن أعرض عنه فإنه سفيه، فإنه سفيه، خفيف العقل، ناقص العقل، باطل التصرف، سفيه لا يصح تصرفه. نعم. شوف، حكم الله عليهم بالسفة. نعم. صلى الله عليه. المسألة الثانية أن أكثر الناس رغبوا عن اسم الإسلام، وعندهم لا فضيلة فيه، ولا بد عندهم من نسبة دين خاصة. كما ذكرنا أن كثير من الناس رغبوا عن التسمي بالإسلام، ترغبوا عن التسمي بالإسلام، تسمى إما باليهودية أو النصرانية المنسوخة المحرفة، وإما بالليبرالية أو الشيوعية، أو ما يسمونه بالمسيحية، وهو كذب، ما هو مسيحية، دين المسيح بريء من هذا، النصرانية، لكنهم ما يبون اسم النصارى، لأن الله لعن النصارى ولعن اليهود. ما اليهود ما يسمون أنفسهم اليهود، يسمون أنفسهم إيش؟ إسرائيل، الذي هو يعقوب عليه السلام، جدهم إسرائيل بريء منهم، فليسوا إسرائيل، يهودي، قال لهم اليهود، هذا اسمهم في التوراة والإنجيل والقرآن، اسمهم اليهود، وعند الناس اسمهم اليهود. إسرائيل هذه إنما حدثت قريبة. النصارى تخلوا عن اسم النصارى إلى المسيحية كذبا وزورا، ليسوا مسيحية،
المسيحية من كانوا على دين المسيح، هؤلاء ليسوا على دين المسيح، يقال لهم النصارى كما هو اسمهم في القرآن، فتبرأوا من الإسلام. هذا يقولون حنا إسرائيل، وذولا يقولون حنا مسيحيين، والشيوعية تقول شيوعية ولا يؤمنون بدين، والليبرالية يقولون إسلام بلا حقيقة، بس مسلم لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يعمل أي شيء، إنما في الاسم مسلم. هذا كذب، ليس بمسلم، هذا ملحد، هذا ملحد. الإسلام ما هو بالتسمي، الإسلام حقيقة، الإسلام له أركان وله أعمال وله أحكام كثيرة، ليس الإسلام مجرد تسمي مسلم ولا يعرف من الإسلام شيء. لو سألته ما هو الإسلام ما يدري، تقول له يا أخي، لا تقول له يا أخي، قل له يا فلان، يا فلان أنت تقول إنك مسلم، بيّن لنا ما هو الإسلام الذي أنت عليه. ما يدري وش الإسلام، ما يدري وش الإسلام. إن أول الإسلام هو التوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول شيء. هو ما عنده توحيد، ولا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا يعتمر، ويقول أنا مسلم، يقول أنا مسلم لأنه ما يعرف الإسلام. نعم. المسألة الثالثة: أعجب من ذلك أنهم لا يعرفون معنى الإسلام وعندهم لا يعرفون معنى الإسلام، ينتسبون إليه، ولا طلب منهم ما معنى الإسلام الذي تنتسب إليه، ما يفيد شيء، ما يفيد شيء. أن الإسلام توحيد وصلاة وزكاة وصيام وحج وعبادة، ما يفهم هذا. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام، وما يعرف هذا، إسلامه بس. نعم. هذا الزين منهم يقول أنا مسلم، ولا الشين ما يقول مسلم بعد، ينفر من الإسلام. نعم. وعندهم لا فضيلة فيه، بل هذا عندهم صورة لا معنى لها. صورة لا معنى لها، يقول مسلم وليس هناك معنى لهذه الصورة، صورة بلا حياة وبلا حقيقة. مسلم صوري، مسلم صوري لا حقيقة له. كثير هذا الآن في الناس ممن يدعون الإسلام، وتوقف واحد وتقول له أنت مسلم، تعال اشرح لي الإسلام واشرح لي عملك، ما تلقى عند شيء. كيف تقول أنك مسلم؟ الإسلام ما هو بدعوة تسمي فقط. نعم. المسألة الرابعة: أعجب من الجميع أنهم إذا بين لهم معناه اشتد إنكارهم لذلك. إذا بين لهم معنى الإسلام، جاءهم عالم وشرح لهم معنى الإسلام، أنكروا ذلك، قالوا هذا تحجر، هذا تحجر، وهذا مصادرة للعقول ومصادرة ووصايا وإلى آخر ما يقولون. هذه تعبيراتهم الآن، هذه تعبيراتهم الآن. إذا قيل له يا فلان أنت ما تصلي، وأنت تقول أنك مسلم، يقول الإسلام ما هو بصلاة، الإسلام ما هو بصلاة، ولا هو الإسلام في القلب، والإسلام أدري كيف، ولا هنا عمل ولا هنا شيء. نعم. واللي يصلي وإذا هذا متشدد، هذا متشدد، أو يقولون إرهابي، أو يقولون، ينفرون من الإسلام. إذا رأى واحد يصلي ويصوم ويتعبد قالوا هذا متشدد. الإسلام يقولون سمح، سمح يعني معنى تخلي عن هذا السماحة. الإسلام سمح، لكنه سمح في أحكامه، أو بسمح في الانفلات منه، وأنه يكفي اسمه، ما هو بسمح بالطريقة هذه. تسامح، تسامح ما هو كذا،
التسامح الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، شرع الله الدين السمح الذي لا حرج فيه، فالمريض له حكم والمسافر له حكم والخائف له حكم، هذا يسر الإسلام، تمشى مع أحوال الناس ولا يكلفهم ما لا يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا يسر الإسلام المشروع. أما يسر الإسلام اللي هو التخلي عنه فهذا كذب عن الإسلام. نعم. اشتد إنكارهم لذلك مع قراءة هذه الآية وأمثالها. أعدها. قال رحمه الله: مسألة الرابعة: أعجب من الجميع أنهم إذا بين لهم معناه اشتد إنكارهم لذلك. إذا بين لهم معنى الإسلام وأنه ليس بالتسمي فقط اشتد إنكارهم لذلك، لأنهم يريدون أن يكونوا مسلمين بدون إسلام ولا تشدد كما يقولون، ها؟ ولا وصايا ولا يريدون الحرية. نعم. مع قراءة هذه الآية وأمثالها. مع أنهم يقرؤون هذه الآية وأمثالها مما يفسر الإسلام، مما يفسر الإسلام الصحيح يقرؤونها ولكن لا يعملون بها. نعم. المسألة الخامسة وهي التي سيق الكلام لأجلها، أنك إذا عرفت ملته فالواجب الاتباع. إذا عرفت ملة إبراهيم وملة محمد صلى الله عليه وسلم وملة جميع الرسل، هو ما هم ملة بعض، لا، الجميع الرسل على الإسلام الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له بما شرع، لأن الشرائع تختلف كل وقت بحسبه، فعبادة الله بما شرع في كل وقت هو الإسلام، ولذلك كل أتباع الرسل مسلمون، كلهم مسلمون، والشرائع تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لمصلحة البشرية، فما شرع لمن قبلنا لا يناسب لنا الآن، كل قرن وكل جيل وكل له ما يناسبه، لكل أجل كتاب، كل أجل كتاب، فالإسلام هو عبادة الله بما شرعه في كل وقت بحسبه، كل أتباع الرسل كلهم مسلمون ولله الحمد. نعم. بالإسلام العام، ثم صار الإسلام خاصا بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، هذا هو الإسلام. نعم. فالواجب الاتباع لا مجرد الإقرار مع المرغوب عنها. لا مجرد، المقصود بالإسلام هو الاتباع، ملة إبراهيم المقصود منها معرفتها ثم اتباعها، أما من عرفها ورغب عنها كاليهود والنصارى فهؤلاء ليسوا مسلمين، من عرفها ورغب عنها فليسوا مسلمين. العلم، مجرد العلم لا يكفي، لا بد من العمل، العلم مربوط بالعمل، أما علم بدون عمل هذا حجة على صاحبه وهو أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، عالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. لا، المرتبط، العلم مرتبط بالعمل. نعم. المسألة السادسة: أن من فعل ذلك لم يضر إلا نفسه. من فعل ذلك يعني من رغب عن ملة إبراهيم لن يضر إلا نفسه، إلا من سفه نفسه،
هو ضر نفسه ولا يضر غيره. نعم. المسألة السابعة: أن ذلك في غاية الجهل والسفه الواضح مع ادعائهم الكمال في العلم. هذا هو هذا الذي أشرنا إليه، أن هذا غاية السفه، تخلص من الدين ومن الإسلام وإن كان ينتسب إليه، هذا هو السفاهة، وإن كان يدعي العقل والفكر والتقدم والحضارة فهو من أسفه السفهاء، حيث لم يعمل بالإسلام على الوجه الصحيح. نعم. المسألة الثامنة: كيف يطلب أفضل من طريقه والله سبحانه هو الذي اصطفاه ووعده في الآخرة ما وعده بسبب طريقه؟ كيف يرعب عن ملة إبراهيم والله هو الذي اصطفاه في الدنيا ووعده في الآخرة؟ ولقد اصطفيناه في الدنيا، يعني اخترناه على سائر الناس في الدنيا، وقد اصطفى، فمن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وقد ووعده في الآخرة، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا إبراهيم عليه السلام، اختاره الله في الدنيا وفي الآخرة يجعله من الصالحين، من عباده الصالحين الفائزين. هل فوق هذا الشرف شرف؟ والله ما فوقه شرف، والله ما فوقه شرف. نعم. فمن يريد الشرف يدخل في ملة إبراهيم دخولا صحيحا، ويتبع محمدا صلى الله عليه وسلم الذي يبين ملة إبراهيم، يبين ملة إبراهيم ما هي. نعم. يقول: بعثت بالحنيفية، حنيفية ملة إبراهيم، بعثت بالحنيفية السمحة، هكذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه ملة إبراهيم التي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الآية الثامنة. يكفي، نقف عندها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في طرح الأسئلة. هذا سائل يقول: أثابكم الله، هل يأثم المسلم إذا نوى بالسيئة؟ وكيف نجمع بين حديث هل يأثم المسلم إذا نوى بالسيئة؟ نوى السيئة. نعم يقصد. نوى. وكيف نجمع بين حديث إذا التقى المسلمان القاتل والمقتول في النار؟ لأنه في الحديث كان حريصا على قتل صاحبه، فيؤاخذ بنيته، يؤاخذ بنيته. فإذا هم بالسيئة، هم بالسيئة وعملها، كتبت له سيئة واحدة، وإن هم بها ولم يعمل بها كتبت له حسن. هذا إذا لم يعمل بها، يعني تركها راغبا عنها. أما إذا كان تركها لأنه لا يقدر عليها، ولو قدر عليها لفعلها، فهذا يؤاخذ على نيته. والذي يقتل أخاه كان حريصا عليه مع أنه قتل، كل منهما القاتل والمقتول في النار إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بالنار. قالوا: يا رسول الله، هذا شأن المقتول، هذا شأن القاتل، فكيف بالمقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني ما هون عن نيته، ما رجع عنها، باق عليها، لذلك عذبه الله سبحانه وتعالى. فإذا هم بالسيئة، فإن تركها لله كتبت له حسنة، وإن تركها عجزا عن حصولها وفي نيته لو تمكن يفعلها فإنها تكتب عليه سيئة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول: ما حكم تبديع من لم يثبت صفة الهرولة ما حكم تبديعي ما حكم تبديع من لم يثبت صفة الهرولة لله سبحانه وتعالى؟
ما مسلم يجحد الحديث. ومعنى الهرولة المبادرة، ما هو بالمعنى الهرولة الركض، لأنه قال إذا أتاني يمشي أتيته هرولة. هل الله، هل المخلوق يذهب إلى ربه يمشي، ولا معناه أنه يطيع، يطيع الله عز وجل يتقرب إليه؟ هذا معنى، هذا معنى الحديث، ما هو معناه أن الله يركض أو أن الله يهرول. معناه أنه يبادر عبده بالقبول والمغفرة، إذا أقبل عليه العبد أقبل الله عليه. يجب أن نعرف معنى الأحاديث وسياقاتها، ما نقول من صفات الله الهرولة، هذا كلام جاهل ما يعرف معنى الحديث. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما الحكم في هذه المقولة أن الإيمان بالكتب السماوية السابقة ينقي روح المؤمن من التعصب الذميم ضد الديانات الأخرى؟ الديانات الرسل ما نعاديها، صحيحة وهي من الله، لكن الانتساب إليها كذبا لمن ينتسب إلى الرسل وهو كذاب، ما هو على دينهم، مثل اليهود ينتسبون إلى موسى والنصارى ينتسبون إلى عيسى، هم كذابون، ليس كذلك، ما هو مجرد الانتساب، مو مجرد الانتساب أنه توسيع على الناس، لا، ما يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فرح بعض المشجعين بفوز ناديه فنحر 10 من الإبل على باب النادي، فما الحكم؟ الحمد لله، هذه خسارة في الدنيا والآخرة، هذه خسارة في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يشرع رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة؟ ما ورد هذا، يدعو لكن ما ورد أنه يرفع يديه. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة وهي في عدتها مشاهدة التلفاز؟ إذا كان شيء يفيد في دينها وفي عقيدتها ما في بأس، أما مشاهدة التلفاز في الأشياء الباطلة والأشياء الضارة فلا يجوز، لا للحائض ولا لغيرها، ما يجوز مشاهدة ما في التلفاز من السوء ومن الكلام البذي وغير ذلك ومن السفاهة، ومن ما يجوز هذا، لا للحائض ولا لغيره. نعم. أثابكم الله. هذا سائل من فرنسا يقول: البنك يشتري المنزل من أجلي ويؤجره علي، وبعد يقول البنك يشتري لي المنزل ويؤجره علي، وبعد سنوات يصبح المنزل ملكا لي. هذا الأجار المنتهي بالتمليك، ولا يجوز هذا، ما أنه يبيعه عليك، وإما أنه يؤجرك إياه، ولا يجمع بين الإجارة والبيع المعلق. نعم. أثابكم الله. هذا سائل من فرنسا يقول: امرأة كبيرة في السن تريد الحج وتريد أن تأتي إلى مكة بدون محرم، وعمرها 70 سنة، فما الحكم؟ منين تأتي؟ من تونس. لا، ما يجوز السفر، لا يجوز، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر سواء بتونس ولا بغيره أن تسافر إلا ومعها ذو محرم للحج أو غيره. نعم. لكن إذا كانت ما تقدر وأيست من المحرم، أيست من وجود المحرم، فإنها توكل من يحج عنها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت في إحدى القنوات الإسلامية من أحد المفكرين أنه يقول: من الحكمة التعاون مع الجماعات الإسلامية ضد العلمانية وغيرهم، فهل هذا الكلام صحيح؟ لا، هو صحيح، ما نتعاون مع أهل الباطل، ما نتعاون مع الفرق الضالة أبدا، إنما نتعاون مع إخواننا المستقيمين على طاعة الله وعلى المنهج السليم، تعاون معهم. أما المنحرفون
والضالون المخالفون لأهل السنة والجماعة ألا نتعاون معهم، لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان وتبرير لما هم عليه. نعم. وبعدين ما ينفعوننا، اللي يقولون اللي ما هو على دينك ما يعينك، هذا مثل عام وهو صحيح، اللي ما هو على دينك ما يعينك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: كيف يتحلل الإنسان من الغيبة إذا اغتاب شخصا آخر؟ إن قدر أنه يطلب منه المسامحة، يطلب منه المسامحة، أن هذا حق مخلوق ولا يسقط إلا بعفوه عنه. أما إذا كان ما يقدر على طلب المسامحة منه فإنه يدعو له ويستغفر له ويثني عليه. نعم. أثابكم الله. رجل جلس في مصلاه إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس بعشر دقائق، وصلى ركعتين، فهل هي ركعة إشراق؟ وما الفرق بينها وبين الضحى؟ إذا ارتفعت الشمس يصلي، إذا نواها صلاة الضحى تكون صلاة الضحى. تسميتها بالإشراق هذا غلط، ما الإشراق ما له صلاة، صلاة الضحى. وكذلك عملا بالحديث، من صلى الفجر وجلس في مصلى يذكر الله حتى ترتفع الشمس فيصلي ركعتين يكتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة. نعم. لكن ما تسمى صلاة الإشراق. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: صليت صلاة العصر ولحقت مع الإمام السجود في الركعة من الركعة الأخيرة، وسلم الإمام ثم قمت لإتمام الصلاة، فإذا بجماعة تقيم الصلاة فقطعت الصلاة ودخلت في الجماعة الثانية، فما حكم عملي هذا؟ عملك ذا خطأ، لا يجوز أن تقطع الصلاة، لكن تكملها نافلة، تكملها نافلة ركعتين نافلة ثم تسلم منها وتلحق مع الجماعة. نعم. بنية الفريضة. نعم. يقول السائل: هل أستطيع أن أعطي رجلا آخر مبلغا من المال كي يحج عن أبي المتوفي؟ نعم، لا مانع من ذلك، لكن لا يكون قصد الحاج المال، إذا كان قصده المال لم يصح حجه. أما إذا أخذ المال ليستعين به على الحج وقصده نفع الميت والحصول على الأجر في وقوفه بالمشاعر ودعائه وصلاته في مكة المسجد الحرام، فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تنتشر رسائل في الجوال عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول فيها: أسألك بعظمة الله أن ترسلها إلى أشخاص، فهل يلزمني أن أرسلها؟ لا، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. والجوالات تستخدم الآن لترويج البدع، إما عن قصد وإما عن غير قصد، فلا يجوز العمل بما ينشر في الجوالات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل حلف يمينا ويريد أن يطعم ويجعل إطعامه على أسرة منهم الصغيرة والكبير. رجل حلف يمينا ويريد أن يطعم ويجعل إطعامه على أسرة منهم الصغير والكبير، وهم أكثر من 10 أشخاص، فما هي الطريقة لتقدير إطعامهم؟ لا بأس بذلك، طيهم 15 كيلو، طيهم 15 كيلو، كل واحد كيلو ونصف، ولو كان بعضهم صغار، ما دام يأكل الطعام، ما دام الصغير يأكل الطعام فإنه يجزي دفع الكفارة إليه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أعمل في إحدى القطاعات العسكرية في مدينة الطائف، ووقت صلاة الظهر يقوم بعض من الزملاء بالصلاة في مكان مخصص في الورشة، مع العلم أن المسجد في الوحدة ليس ببعيد عن الموقع، ويعود ذلك إلى أن الزملاء لا يذهبون إلى المسجد بحجة عدم نظافة الملابس من الزيوت وغيرها، وذلك لعدم اتساخ المسجد، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان هذا صحيحا وأن فيهم روائح كريهة وأوساخ
فلا يذهبون إلى المسجد، يصلون جماعة في مكانهم لأنهم معذورون في هذا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: سافرت من الطائف إلى جدة وكانت إقامتي 4 أو 5 أيام، فهل أصلي قصر وجمع؟ وإن كنت أسمع الصلاة وأنا في البيت، وإذا قصرت ولحقت بجماعة لا أدري يقصرون أم يتمون، وصليت معهم ركعة، فهل أقصر أم أتم؟ إذا نويت إقامة أثناء سفرك تزيد على 4 أيام فإنه يلزمك الإتمام ولا تقصر، لأنك أصبحت مقيما. أما إذا كانت الإقامة 4 أيام أو أقل أو لا تدري تحديدها فإنك تقصر، ولكن إذا كنت بجوار مسجد وتسمع الأذان فلا يجوز لك تصلي بالبيت وتقصر وتخلي الجماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. صل مع الجماعة يا أخي. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إذا لم أتمكن من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام لعدم سكوته بعد قراءة الفاتحة، فهل أقرأ الفاتحة والإمام يقرأ؟ لا، تسقط عن قراءة الفاتحة لأنك معذور. قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا. إذا قرأ الإمام جهرا فإنك تستمع وتنصت وتكفي قراءة الإمام والحمد لله عنك وعنه. نعم. يقول السائل: حلفت على شخص أنني لن أسلم عليه ولن أساعده وأخلفت في يميني، فما هي الكفارة؟ يجب عليك الحنث، وتجب عليك لا تمضي في اليمين، لأن هذا حلفت على منكر، عدم المساعدة وعدم السلام والعياذ بالله، هذا ما يجوز. فإذا حلفت على فعل معصية فإنك تكفر عن يمينك وتأتي المعروف، تترك المعصية، تسلم وتساعد أخاك وتكفر عن يمينك. قال صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. والله جل وعلا يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تكون اليمين مانعة لك من هذه الأعمال الطيبة، بل كفر عن يمينك وافعلها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يخصص العزاء ب3 أيام أم ليس له مدة؟ العزاء أصلا فيه نظر، ما في دليل على العزاء، هذا ما في دليل واضح، ولكن من باب الجبر يعني خاطر المصاب تدعو له، تدعو للميت إذا لقيته، أو بالتلفون، أو تكتب له رسالة، أو بالجوال تكتب له، هذا أحسن، تطيب لخاطره وتخفيف للمصيبة عنه. وأما تحديد هذا ب3 أيام، يقولون 3 أيام لأنه بعد الثلاثة ينسى ولا تذكره بالميت، هذه حجة من يقول 3 أيام. نعم. أثابكم الله. كيف يكون الرد على من إذا فعل معصية يقول: هذا قدر الله؟ نعم، هو قدر الله ما في شك، لكن الذي قدر نهاك عن المعصية، نهاك عن المعصية وأن تقدر على تركها، فلماذا تحتج بالقدر وتترك وتفعل المعصية؟ ما يجوز لك هذا، القدر ليس حجة لك، القدر ليس حجة لك على فعل المعصية. هذه طريقة إبليس، قال: ربي بما أغويتني، نسب الغواية إلى قدر الله ولم يقل غويت، ما قال غويت، قال أغويتني،
هذا جبر، هذا مذهب الجبرية. العبد ليس مجبورا على فعل المعصية، ليس مجبورا، هو اللي فعلها باختياره، هو يؤاخذ على ذلك. نعم، ينبغي أن يعرف هذا. هذه شبهة يروجونها، لو كان الاحتجاج بالقدر جائزا أو حجة لا صار حجة لإبليس. ربي بما أويتني، ولم يقل غويت أو أذنبت. آدم عليه السلام اعترف ونسب الذنب إلى نفسه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فآدم اعترف بفعله وخطئه، تاب إلى الله فتاب الله عليه. أما إبليس فإنه والعياذ بالله تجبر ونسب هذا إلى الله ولم ينسبه إلى نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الإعجاز العلمي في القرآن المنتشر في هذا العصر؟ القرآن معجز بلا شك، ولا إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هو معجز بلا شك، معجز في نظمه وأسلوبه، معجز في أحكامه، معجز في أخباره عن المغيبات، معجز في تشريعاته، من كل وجه معجز بلا شك. لكن الجزم بأن هذا الاختراع أو هذا العلم الطب أو ما أشبه ذلك أن هذا هو ما جاء به القرآن، الجزم بهذا ما يجوز. أما أن يقال يمكن أن هذا تشمله الآية أو يشمله الإعجاز بدون جزم فلا بأس، لكن الجزم لا، أن نفسر القرآن بشيء من صنع البشر ولا دليل على القرآن. كما ذكرنا ما يفسر إلا بالأثر، يفسر بالأثر الوارد عن الرسول، بتفسير القرآن بعضه لبعض، بالأثر الوارد عن الرسول، بتفسير الصحابة تلاميذ الرسول، بتفسير التابعين تلاميذ الصحابة، يفسر باللغة التي نزل بها، بمعنى اللغة التي نزل بها. نعم لا بأس، هذه وجوه التفسير. أما نجيب وجه آخر جديد ونقول هذا من وجوه التفسير، لا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا: ما حكم هذه المقولة أن المشركين أفضل أمانة في الأعمال من المسلمين؟ نسأل الله العافية. هذه تزكية للمشركين وذم للمسلمين. المسلم خير من الكافر مهما كان المسلم، المسلم خير من الكافر، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. الإسلام والإيمان خير، الكفر شر، لا يجوز هذا الكلام. نعم. أحسن الله إليك. والإسلام نهى عن الخيانة، نهى عن الكذب، نهى عن الغش. إن حصل تقصير فهو من المسلمين أنفسهم، ليس من الإسلام. الإسلام كامل ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ولكن المسلم وإن كان غاشا وإن كان كاذبا وإن كان، فهو خير من الكافر ولا يقارن به، لأن ما عند الكافر من والعياذ بالله الكفر أعظم مما عند المسلم من الخطأ الذي دون الكفر. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالهجار؟ ألا يجوز تفضيل الكافر على المسلم أبدا؟ نعم، المسلم مهما كان عنده من قصور هو خير من الكافر، ولو كان عند الكافر كما يزعمون أمانه عنده، ما عنده الكفر، أشد الذنوب الكفر والشرك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أراد الرجل أن يشتري طعاما من المطعم كالدجاج والأرز، فهل هذا يجزي في كفارة اليمين؟ نعم، إذا غدا
إذا غدى المساكين، إذا غدى المساكين أو عشاهم عشرة، إذا غدى عشرة من المساكين أو عشاهم أجزأ ذلك عن كفارة اليمين، إطعام عشرة مساكين، وهو أطعمهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من فرط في أيام الشباب في الصلاة والصيام لفترة ما يقارب العشر سنوات، فهل عليه قضاء ما فات والتوبة؟ عليه التوبة والاستقامة في المستقبل، وأما ما فات فهو لم يكن على الإسلام. من ترك الصلاة متعمدا فليس هو على الإسلام، فإذا تاب إلى الله دخل في الإسلام من جديد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص أحرم من مدينة الطائف، وقبل الوصول إلى الميقات بحوالي 10 كيلو حصل عليه حادث وهو محرم وأدخل المستشفى لعدة أيام، فماذا يجب عليه بخصوص الإحرام؟ يبقى على إحرامه، فإذا قدر فشفي، قدر على أداء العمرة يؤديها، أما إذا أيس من أداء العمرة فإنه يعتبر محصرا، يعتبر محصرا، إذا أيس من أداء العمرة أو الحج فإنه يعتبر محصرا. فإن أحصرتم أتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء، أو يذبحها في المكان الذي أحصر فيه ولو كان خارج الحرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذبحوا الفدية في الحديبية خارج الحرم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم في أكل اللحوم المستوردة، علما بأنهم يقولون أنها تذبح على طريقة غير شرعية؟ تجنبها يا أخي، والحمد لله اللحوم التي تذبح عندنا كثيرة وتكفي للحاجة ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليك. وإذا كنت في بلاد الخارج اتركها وكل من السمك، أو ما هو بلازمك للحم، ما هو بلازمك للحم، كل طعام وكل خضار وكل، نعم، احتياطا لدينك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: من غش مع أن الخارج ولله الحمد فيه جاليات مسلمة، فيها أقليات مسلمة يذبحون، لهم مذابح ومسالخ يذبحها المسلمون، اسأل عنهم، لهم أسواق مستقلة اذهب إليها واشتر منها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من غش في بعض المواد في المرحلة الجامعية وهو الآن موظف في إحدى الدوائر الحكومية بسبب هذه الشهادة، فما نصيحتكم لنا؟ هذه مسألة يكثر السؤال عنها، وكثر سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله عنها، والذي توصل إليه الشيخ أنه إذا أتقن العمل الوظيفي وقام به على المطلوب فإنه يتوب من الغش ويستمر في عمله، لا يسعه إلا هذا. نعم. أما إذا كان ما يصلح للعمل فلا تنفعه الشهادة، ولا يجوز له يتولى عمل وهو لا يحسنه بموجب هذه الشهادة المزيفة. إذا كان يتقن العمل ويقوم به فلا ننظر إلى الشهادة، ننظر إلى قيامه بالعمل. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: من اشترى سلعة معينة من محل ولم يجد عند صاحب المحل صرف وأخذ البائع، يقول: من اشترى سلعة معينة من محل ولم يجد عند صاحب المحل صرفا وأخذ البائع 100 ريال أو 500 ريال وذهب ليصرفها، فهل هذا من الربا؟ إذا ذهب ليصرفها وأنت جالس وجاء وعطاك حقك، أعطاك الباقي وهذا حق، ما في معنى. أما أن تعطيه إياه وتقول أجيك باسر ولا عقبه، هذا ما يصلح، تفرق قبل القبض. نعم. أحسن الله إليكم. إذا ركع الإمام وأنا لم أكمل قراءة الفاتحة، فهل أركع مع الإمام أم أكمل قراءة الفاتحة علما ب... اركع مع الإمام، اركع مع الإمام وتسقط عنك الفاتحة. أبو بكر رضي الله عنه جاء والرسول صلى الله عليه وسلم راكع، وركع معه
ولم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة. خلوكم يا أخواني فاهمين، لا تأخذون الأقوال على مجرد الأقوال فقط. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل تنصح بقراءة تفسير سيد قطب في ظلال القرآن؟ ما حدنا الله عليه، ما حدنا الله عليه، عندنا التفاسير الصحيحة المفيدة، ما حدنا الله على تفسير سيد قطب أو غيره من المعاصرين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما أنا راجع من مكة أدركتني صلاة المغرب في أول محطة في بداية الطائف. يقول: عندما أنا راجع من مكة أدركتني صلاة المغرب في أول محطة في بداية الطائف، حيث بقي على البيت 25 كيلو، فصليت المغرب ودخلت مع جماعة لصلاة العشاء، فهل فعلي هذا صحيح؟ القصر انتهى، ما دام دخلت مباني الطائف وحدود الطائف انتهى القصر. إذا صليت مع الجماعة وأتممت الصلاة صلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أن والدي شفاه الله مصاب بداء السرطان، وهو رجل كبير بالسن قد تجاوز 95 عاما ولا يستطيع القيام بخدمة نفسه، وكذلك والدتي أصيبت بجلطة منذ أكثر من سنة ونصف وأصبحت غير قادرة على الحركة، ويقيمان معي بمدينة الرياض، إلا أنهما يرغبان الإقامة في المنطقة الغربية، وحاليا أخذتهم معي للمنطقة الغربية نزولا عند رغبتهم، إلا أنني مضطر للعودة بهم بعد عيد الفطر المبارك إن شاء الله للرياض، لأنه لا يوجد عائل لهم غيري وظروف عملي تحتم علي العودة، فهل أنا مذنب لو أخذتهم معي، أو تنصحونني بإنهاء خدماتي والتي هي مصدر رزقي بعد الله لعدم قدرتي للانتقال إلى المنطقة الغربية؟ عليك بإقناعهما بالرجوع إلى عملك في الرياض، وأنك تحتاج إلى هذا وعليك ضرر في ترك عملك. أنا ما أظنهم يمانعون، أن تقنعهم وبين لهم إن شاء الله أنهم سيوافقون. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذا آخر سؤال. يقول: أنا آتي المسجد في أوقات النهي ولا أصلي تحية المسجد لورود الأحاديث، فهل إذا أتيت المسجد أجلس مباشرة أو أظل واقفا حتى ولو كان الوقت طويلا؟ لا تظل واقفا، إن صليت فلا بأس وإن جلست فلا بأس، المسألة متعادلة، فيها خلاف متعادل، لأن كل من الفريقين معه دليل، اللي يمنعون من الصلاة معهم دليل النهي، والذين يشرعون الصلاة معهم دليل الأمر، إذا دخل أحدكم المسجد فإن صليت فلا بأس وإن جلست فلا بأس ولا تظل واقفا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وننوه إلى درس سماحة مفتي عام المملكة بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.